مرحبا بكم، سوف نتحدث اليوم عن طريقة تقديم أوراق سياسات بطريقة فعالة جذابة دقيقة ومرتبة، كل ذلك في أقل من 3 دقائق. سر النجاح الأول هو التحضير المسبق. لا تنسى أنك تقوم بعرض الورقة فلا تقرأها. قم بالتركيز على 30 ثانية الأولى من عرضك، فخلال هذه المدة إما أن تجذب المستمع وإما أن تفقده. لا تقم إذن بعرض اسمك وانتمائك ولقبك، بل عوض ذلك قم بسرد قصة واقعية أو إحصائيات وأرقام صادمة أو حتى أي حدث آخر له ارتباط بموضوعك. المهم أن تطلق العنان لإبداعك. عليك الآن معرفة كيفية الاسترسال في إلقائك دون أن تفقد المتلقي، يعني ذلك الاستمرار في شد انتباهه. عليك أن تجعله يتبنى أفكارك، بل يشعر بأنها أفكاره الخاصة ويستطيع الدفاع عنها. صوتك في نحوك، استخدمه إذن لصالحك. لا تشعر المتلقي بالملل، لا تنسى أن تعبيراتك الجسدية غير حاضرة. غير النبرة، علي الصوت أو اخفضه بطريقة تجعل الإلقاء حياً وتحافظ على التركيز المستمع. كل ما سبق لا قيمة حقيقية له في غياب وجود توصيات أولاً ملموسة، ثانياً قابلة للتنزيل على أرض الواقع، ثالثاً محددة ثمنياً. توصياتك يجب أن تكون ملموسة، لا تعتمد جملاً رنانة وفضفاضة من قبيل يجب مراعاة نفسية الطالب أو يجب أن نشجع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية. جمل جميلة ولكنها غير محددة وغير دقيقة. جملك يجب أن تكون قصيرة وواضحة. توصياتك يجب أن تكون أيضاً قابلة للتنزيل على أرض الواقع. لا تبحث عن توصيات لا يستطيع صانع القرار تنزيلها، إما لصعوبتها أو لأن كلفتها باهظة أو لاستحالتها أو مثلا لأنها لا تنسجم مع السياق العام. وأخيراً وليس آخراً، لا تعطي توصيات غير مرتبطة بغلاف زمني محدد. باختصار شديد، توصياتك تجيب على سؤال واضح ومحدد يسألك صاحب القرار أو صانع القرار: الآن فهمت الإشكال، ما الذي يجب علي فعله؟ كيف؟ ومتى؟